كتير من الطلبة ما تعرفش إن الدوت برودكت ليه استخدامات فعلية في الماشين ليرنينج وفي النيورال نتوركس على سبيل المثال، مش مجرد مسائل بناخدها وخلاص، لكن هو ليه استخدام فعلي في التطبيقات دي. النيورال نتوركس على سبيل المثال لو شغالين في 2 دي وعندنا مسألة كلاسيفيكيشن، بنقدر نصنف ورم ونشوف الورم ده إذا كان خبيث ولا حميد، فبالتالي كل مهمة النيورال نتوركس ان هي تقدر توجد لي خط مستقيم يعمل عملية الكلاسيفيكيشن دي، يقدر يفصل بين التو كيسز اللي عندنا سواء كان بينيان او مليجنانت تيومر. دور الدوت برودكت مش بيكون ظاهر قوي في عملية ايجاد معادلة الخط المستقيم للمسألة اللي احنا اتكلمنا عنها، لكن هو بيدخل في عملية الفورميليشن اللي بتسهل لي بعد كده ان اقدر اوجد معادلة الخط المستقيم ده، زي ما هنشوف دلوقتي في البرزنتيشن. احد اشهر البروبلمز اللي بنشوف من خلالها الدوت برودكت في النيورال نتوركس هي الباينري كلاسيفيكيشن بروبلمز. في الباينري كلاسيفيكيشن بيكون عندنا مجموعه من الداتا ومطلوب مننا نقسمها لتو كاتيجوريز. مثال على كده، لو كان عندنا مجموعه من المرضى بيتم فحص المرضى ضد مرض السرطان، بنشوف عندهم او ورم ولا لا، فبنلاقي ان احنا عندنا تو فيتشرز مهمين هنا: التيومر سايز حجم الورم ده والايدج الخاص بالمريض. بيبقى مطلوب من نيورال نتوركس هنا انها تقدر تعمل كلاسيفيكيشن، ان هي ترسم باوندري لاين بين التو كاتيجوريز دي، وده طبعا عن طريق ان احنا نعمل لها تريننج للداتا سيت اللي موجوده عندنا. بكده بعد ما نقدر نوجد الباوندري لاين ده، بنقدر ندخل داتا جديده ما شافتهاش النيورال نتوركس قبل كده، وبالتالي بتقدر تعمل عمليه الكلاسيفيكيشن والسم اكيورسي. يبقى مهمه النيورال نتوركس ان هي تقدر توجد لي معادلة الخط المستقيم ده، لكن لو جينا نشوف معادلة الخط المستقيم ده وبصينا عليها، نلاقي ان احنا محتاجين W1 ومحتاجين W2 ومحتاجين قيمة البي. X1 و X2 دي الفيتشرز الخاصة بكل مريض، السن الخاص بالمريض والتيومر سايز اللي عند المريض ربنا يعافيه، وبالتالي احنا دلوقتي محتاجين W1 W2 وB. هي دي مهمة النيورال نتوركس، ان هي تقدر توجد الويتس دي والبي اللي بنسميه البايس. بعد ما عرفنا قيم الويتس بكده، ممكن نعمل بريدكشن، نتوقع اي مريض هيجي هل هو عنده تيومر اذا كان ورم خبيث ولا ورم حميد، من خلال ان احنا نشوف الفيتشرز الخاصة بالمريض ده. فبنلاقي ان X1 و X2 دول خاصين بالمريض، و W1 و W2 و B قدرنا نحصل عليهم من خلال النيورال نتورك. بكده بنحسب قيمة الاكسبريشن اللي احنا شايفينه ده، لو طلعت القيمة اكبر من او بتساوي صفر، فساعتها بنقول ان الشخص ده بيكون عنده ورم خبيث. ازاي؟ المفروض الباوندري لاين ده اي نقطة بتقع عليه بتحقق المعادلة بتاعت الخط المستقيم، يعني X1 و X2 لو كانت بتقع هنا، فساعتها بنلاقي ان قيمة الاكسبريشن ده تساوي صفر بالظبط. فبكده بنقدر نقول لو كان المريض القيمة اللي بتطلع نتيجة التعويض بـ X1 و X2 للمريض ده كانت أكبر من الصفر، فساعتها بنقول إذن المريض التيومر بتاعه بيقع في الجزء ده. يبقى بكده السن بتاعه والتيومر سايز بيقع في الجزء ده، يبقى ده خاص بالكاتيجوري الأول أو اللي هو بنسميه الميليجنانت أو الورم الخبيث يعني. طب ليه بقى بنطع هنا علامة التساوي كمان؟ للإحتياط، لو المريض وقع هنا الداتا بتاعته، فساعتها بنقول لا احنا مش متأكدين قوي اذا كان عنده ورم خبيث ولا حميد، فاحتياطيا بنقول لو القيمة الخاصة بالإكسبريشن طلعت تساوي صفر، فانت كده على الحياد او على الباوندري بالظبط، فالافضل ان انت تتبع الكاتيجوري ده. فاحتياطيا نقول لا هو خلاص عنده ورم خبيث ونبدأ نتعامل على الاساس ده. اما لو كان البيانات الخاصه او الفيتشر الخاصه بالمريض لما عوضت بيها طلعت قيمه الاكسبريشن اقل من بتساوي اقل من الصفر، فساعتها بقول لا الشخص ده بيقع الفيتشرز بتاعته بتقع هنا، يبقى بالتالي ده يتبع الكاتيجوري الثاني اللي هو الورم الحميد. يبقى من خلال الباوندري لاين ده هنقدر نعمل كلاسيفيكيشن لاي نيو داتا هتدخل عندنا النيورال نتورك ما شفتهاش قبل كده. ناخد بالنا ان واي هات ده بيمثل لي الكاتيجوريز، عندنا تو كاتيجوريز، واي هات تساوي واحد ده بيمثل لي الكاتيجوري الاول او ان الورم خبيث، وواي هات تساوي زيرو ده بيمثل لي الكاتيجوري الثاني او ان الورم ده حميد. لو جينا نشوف ده من خلال نرسم فيجر للنيورال نتورك، بنلاقي ان عندنا تو فيتشرز بيدخلوا على النيورال نتورك،
والويتس بتاعتهم W1 و W2. طبعا الويت ده بيعبر عن أهمية الفيتشرز اللي داخلة، يعني مثلا التيومر سايز ممكن تكون أهميته أكتر من عمر الشخص. بعد كده بيدخلوا على حاجة اسمها النيورون. النيورون ده عبارة عن سميشن فانكشن. النيورون ده بيبدأ يجمع لي الويتس الملتبلايد في الفيتشرز ويضيف عليهم حاجة اسمها البي أو البايز، ومن خلال ده بعد كده لما نعمل تريننج بنقدر نحصل على القيم اللي هي W1 و W2 وبي. دي خلاص دي مهمة النيورال نتورك. من خلال الإكويشن بتاعت الخط المستقيم زي ما اتكلمنا بنقدر نعمل بريدكشن زي ما شفنا. فده مجرد توضيح بس لفكرة النيورال نتورك ازاي ده بيتم فيها. ده لو كان عندنا 2 فيتشرز بس X1 و X2. نتخيل لو كان عندنا multiple فيتشرز زي مثلا لو كانوا 3، الجندر بتاع المريض ده هل هو انثى ام ذكر. فبالتالي احنا هنا ما زلنا بنعمل باينري كلاسيفيكيشن للتو كاتيجوريز الخاصين بالتيومر سواء كان بناين او مالجنانت، لكن احنا عندنا 3 فيتشرز. فبالتالي ازاي نقدر نعبر عن ده؟ بان احنا مش بنوجد بقى باوندري لاين، لا بنوجد حاجه اسمها هايبر بلين. هايبر بلين دي معادلته زي ما احنا شايفين، ومعادله الهايبر بلين هنا هيتم فيها ايجاد W1 و W2 و W3 وقيمة البي. لو قدرنا نحصل على القيم دي ساعتها بنقدر نوجد معادلة الهايبر بلين ونستخدم معادلة الهايبر بلين عشان نقدر نعمل عملية بريدكشن. وده تخيل لشكل النيورال نتورك هيكون عامل ازاي، والبريدكشن عندي اللي هو واي هات ده هيكون شكله. طب لو كان عندي 4 فيتشرز واكتر من فيتشرز ازاي هنقدر نعبر عن البريدكشن هنا؟ وهنا بيبدأ يظهر استخدام الدوت برودكت. باستخدام الدوت برودكت بنبدأ نستغنى عن الاكسبريشن الطويل ده ونستخدم مكانه اكسبريشن ابسط عن طريق الدوت برودكت. وده طبعا بيسهل عليا بعد كده لان الاكسبريشنز دي بتدخل في عمليات حسابية معقدة زي الديفرنشيشن، وبالتالي كل ما كانت ابسط كل ما كان افضل. W1 و W2 وهكذا دي عبارة عن values او component قيم، لكن W ده عبارة عن فيكتور. فيكتور بيحتوي على القيم الموجودة للكوفيشن W1 W2 W3 وهكذا الاكس فيكتور اللي احنا شايفينه. يعني بنقول ان W بيحتوي على قيم الويتس والاكس بيحتوي على قيم الفيتشرز الثلاثة اللي موجودة. وبالتالي لما بنيجي نعبر عن ده باستخدام الدوت برودكت بنلاقي ان احنا بنضرب W فيكتور في الاكس فيكتور دوت برودكت، فبالتالي بيطلع عندي الاكسبريشن اللي احنا شايفينه ده، وهو نفس الاكسبريشن اللي كان مستخدم في عملية البريدكشن ولكن كتبناه بصورة أبسط. W في X هو ده بيمثل لي الاكسبريشن اللي فوق اللي احنا شفناه عبارة عن الدوت برودكت لفيكتور اسمه W بيحتوي على الويتس والفيكتور التاني اللي هو X اللي بيحتوي على الفيتشرز. يبقى باستخدام الدوت برودكت قدرنا نبسط شكل النوتيشن لعملية البريدكشن الموجودة في الباينري كلاسيفيكيشن بروبلمز.